مرحبا، اليوم انا نكفي ضمن البارتيشن الخاص ب Vulnerability Advanced Scanning ضمن سلسلة الادفانس ethical hacking course. وصلنا خلصنا بالدرس السابق، حكينا عن الانماب بشكل مفصل وحكينا عن التي سي بي فلاجز وحكينا عن طريقة او شرحنا كيف بيصير عملية البورت سكانينج والنتورك سكانينج بمقارنة مع الواير شارك لنشوف كيف هيدي الداتا ضمن هيدا البروتوكول اللي هو تي سي بي بروتوكول بتصير وكيف بنقراها ونقرا هيدي الفلاجز على الواير شارك بشكل مفصل داخل الانماب بشكل سطحي على الواير شارك، بس لحتى نفهم اداه هيدي الاداء كيف بيصير او التفاعل بين الانماب والواير شارك بعمليه الاناليز او سنيفينج للداتا. اليوم حنروح على النيزس اللي هو يعتبر من اهم الادفانس فولنربيليتي سكانينج. حنحكي عنه اول شيء بشكل اورال، يعني بشكل حنقرا رايي عن النيزس بشكل نظري، ونرجع نروح على اول بارت من هذا الفيديو اللي هو حيكون الانستليشن والكونفيجريشن، لانه بيجي هو باكج من برات الكالي بدنا نعملها داونلود مانيولي ونفك هيدي الباكج داخل التيرمينال بالكالي لحتى نصير نفتح النيسس عن طريق اوبن بورت خاص في عن طريق اللوكال هوست تبعنا. وحنحكي شوي على الانترفيس، على الواجهه الرسوميه تبعية النيسس، وبعدين تاني بارت حيكون هو الفولنربيليتي سكانينج ونشوف كيف تطلع النتيجه، كيف بنتعامل مع النتائج لحتى نعمل ريبورت، لانه دائما بنقول انه اهم شيء بعمليه البنتريشن تيستينج كبن تيستر انك ترفع التقرير تبعك او الريبورت بنهايه العمل ويكون بطريقه اللي بتوضح فيها نتائج البحث اللي عملتها. طيب اول شيء وات از نيسس، شو هو النيسس بشكل عام؟ نيسس قلنا هو ريموت سكيورتي سكانينج تول، هو يعني من الادوات اللي بتعمل سكانينج بشكل اوتوماتيكي، حكينا عنها ب بالسلايد وقت حكينا عن الفولنربيليتي سكانينج، قلنا هو اوتوميتد فولنربيليتي سكانر مثل النيسس قلنا، والاوبن فاز نفس الشيء بيشتغل. قلنا which scan computer and raises an alert if if it discovers any vulnerabilities that malicious hacker could use to gain access to any computer you have connected to a network. يعني هيدا او هيدا التول او هيدا البرنامج الهدف منه يعمل سكان على الكمبيوتر او على الشبكه تبعنا سوري ليتاكد انه ما في عندنا ثغرات امنيه ممكن يستغلها البلاك هات هاكرز بالولوج او الدخول الى الكمبيوتر عن طريق اتصاله بالشبكه الخاصه فينا. بيعمل 1200 تشيك على كمبيوتر طبعا على بورتات معينه، نفس مبدا الانماب اوكي، ل تيستينج تو سي اف اني ذيس اتاكس كان بي يوز تو بريك انتو ذا كمبيوتر اور اذروايز هارم ات. مثل ما قلت هو بالنتيجه بيعطينا هيدي الثغرات اذا الليفل تبعها لو ميديوم هاي او كريتيكال، يعني كثير خطيره ممكن تستغل من اي شخص باختراق هيدي الاجهزه. طيب هو would use a tool like this، مين ممكن يستخدم اداه مثل النيسوس؟ بشكل عام بالشركات هن اللي بيكونوا اذا بيكون في حدا وظيفته بقلب هيدي الشركه كبنتستر او شخص يعمل تجارب اختراق، فاول شغله هي بده يعملها هو بده يعمل سكان على هيدي الشبكه، او بيكون هو الادمنستريتور ان تشارج اوف اني كمبيوتر اور ا جروب اوف كمبيوترز. يعني نعرف نحن بالشركات الكبيره عندنا سكيورتي تيمز، بكره بنحكي عنه اللي هن البيربل والبلو والبلو تيمز، فممكن يكون في اشخاص من هيدي التيمز هو مسؤول او ادمنستريتور عن امن الشبكه او امن هيدي الاجهزه باتصالها بالانترنت. So Nessus is a great tool to help keep their domains free of the easy vulnerabilities that hackers and viruses commonly look to exploit. لكن قلنا انه نيسوس هي من اهم الادوات او من اعظم الادوات بهيدا المجال لحتى تعمل سكان للثغرات اللي بتمنع اي هاكر او اي فيروس
يستغلها بعملية الاختراق. طيب واي نيسوس؟ ليش نيسوس انه يعتبر من اهم هذه الادوات؟ لانه بالتصنيف العالمي هو يعتبر نمبر 1 ان اكيورسي، يعني بالاداء بالدقه تبعيته. نيسوس هاز ذا اندستري لوست فولس بوزيتيف. نحن حكينا قبل بالكورس انه في عندنا اوقات بيعطونا نتائج فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف. هيدا بيصير لما ما بيكون في اهتمام من الشركه او من الديفلوبرز على هيدا التول او على هيدا البرنامج، لحتى على طول دائما يعملوا ابديت لكل الثغرات او لكل السي في اي اللي هن كومن فولنربيليتي اكسبوجرز عم ينزلوا بالسوق او عم يكتشفوا. فلازم على طول يكون في ابديت لحتى دائما تكون هيدا البرنامج مغطي كل الثغرات الامنيه. اوكي، نمبر 1 ان كفرج، نيسوس هاز ذا ديبست اند برودست فولنربيليتي كفرج ان ذا اندستري. يعني يعتبر هو نمبر 1 لانه مغطي تقريبا معظم او كل الثغرات الامنيه الموجوده ومتعمق فيها. ونمبر 1 ان ادوبشن، ليه؟ لانه يعتبر انه اكثر برنامج تراستد باي مور ذان 30,000 اورجانيزيشن، يعني يعتبر موثوق من اكثر من 30,000 منظمه، with 2 مليون داونلودز وورلد وايد، باكثر من 2 مليون شخص عامل له داونلود. بالنسبه لنيسوس، النيسوس هو في عنا ثلاث كاتيجوريز ممكن يكون اسينشال لانديفيدجوالز، يعني انت كشخص بدك تنزله لتعمل تجربة عليها. لا بس نحكي على الانستليشن ببينه معنا، ممكن تنزله بشكل فري وممكن يكون بشكل بروفيشنال او بشكل لشركات، طبعا بيكون مدفوع بشكل سنوي وفي له ميزات اكثر من الاسينشال. هلا بنشوف شو الفرق بيناتهم. بس مصلى في عنا بروفيشنال بنفيتس او قصص بتستفيد منها بشكل بروفيشنال. اول شيء هو ايزي تو يوز، سهل كتير انك تستخدمه، كوست افكتيف فور اني سايز كومباني، يعني نسبه الدفع منها كبيره بالنسبه للشركات الكبيره، يعني طبعا اللي بدها تامن حمايه. ادفانس ديتكشن مينز مور بروتكشن، يعني هو مثل ما حكينا نحن عن السي في اي اللي هن كومن فولنربيليتي اكسبوجرز، اكثر من 59,000 سي في اي بيغطي، يعني اكثر اكتشاف لهيدي الثغرات معناتها اكثر حمايه. اوكي، اكيوريت فيزيبيليتي انتو يور نتوركس، بشكل سريع بيطلع بشكل سريع ودقيق بعمليه سكان ليطلع النتائج المضبوطه باقل اخطاء ممكن اللي بنسميهم فولس بوزيتيف. البلاجن بروفايد تايملي بروتكشن، يعني على طول في البلاجنز اللي عم نعمل ابديت لانه دائما بيغطوا كل المستجدات الامنيه اللي بتصير بعالم السايبر سكيورتي. وعندنا الجروث اند سكيل سيفلي، ايزلي مايكريت. اوكي، انه على طول دائما الشركه هي مهتمه او الموقع اللي هو تنايبل، هلا حنحكي عنه، او المصدر للموثوق لحتى تنزل او الشركه اللي عملت بروفايد لبرنامج نيسوس عطول هي مهتمة بأمور الفولنربيليتي مانجمنت وهالقصص. أوكي، طيب هيك بكون حكينا بشكل نظري وفهمنا شو هو النيسوس وليش عم نحكي عنه وليش لازم نفهمه، لأنه بكرة بسوق العمل أي شخص حياخد شهادة بنتستر، فممكن تكون هيدي الشركات هي بدها تستخدم برنامج نيسوس، جابريتك تستخدم برنامج نيسوس. ليه؟ لأنه تعتبر أنه إذا هي عملت سكان للنتورك تبعها باستخدام النيسوس، ممكن بيعطيها أفضلية عن أي برامج تاني، لأنه عم تستخدم برنامج موثوق جدا، عم تدفع حقه، ممكن يكون في له شهادة ايزو، يعطيها شهادة ايزو للشركة بمجال الحماية السيبرانية من أي هجوم. فلازم نكون متعاملين معه. وقلت لكم انه اوبن فاز هو عباره عن برنامج بيشتغل نفس الشيء ولكن فور فري، وان ماب كمان فور فري، ولكن تبقى النسخات المدفوعه على طول عم ينعمل لها ابديت وعلى طول في لها متابعه من الشركات المخوله او الديفلوبرز المخولين بتطوير هيدي البرامج. اوكي، طيب هلا حنروح على الشق التنفيذي اللي هو كيف مننزل النيسوس على الكالي. لكن قلنا هو باكج من برا، فحنروح على
ويب سايت، او اذا بدنا بنفتحه من نفتح من الكالي. اوكي، لانه نحن حنعمل داونلود للنسخه على الكالي. حنفتح البراوزر، اوكي، بنفتح اي سيرش انجن، اوكي، وبنعمل بشكل بسيط. هلا انا حكون حاطط لكم طبعا سهل عليكم، حكون بالنسبه ل حابعث لكم اللينكات. حنحط بال حنكتب بالنسوس، حنروح على موقع تنيبل اللي حكينا عنه. اوكي، هون بينوا عنا الكاتيجوريز اللي حكينا عنه. اوكي، في عنا vulnerability assessment اللي هن بيكونوا بالنسختين Nessus essential والNessus professional، وفي عنا vulnerability management اللي هي تتحكم بالثغرات. هيدي بيكون شيء على مستوى كتير كبير، هيدي للorganizations، هودي للمنظمات او للشركات الكبيرة. هون نحن بهمنا كpentesters ننزل، اكيد انا بنصح اكيد ننزل نسخة البروفيشنال هي pentester and security practitioners. يعني انت ك pentester ممكن تنزل عندك النسس، في حال انت رحت بدك تقدم خدماتك على شركات معينة تقول لهم انا عندي نسخة البروفيشنال من نسس، بيشتغل على license per scanner. طبعا اللي بتفرق عن النسس اسينشال، اول شيء عندك بس سكانينج ل 16 اي بي. اوكي، يعني ممكن تعمل سكان ل 16 اي بي بفتره الفري، او اللي عاطينك اياها اللي هي نسخه الفري داونلود. بينما طبعا بالنسبه للنسخات المدفوعه، لايسنس مفتوحه للسكانينج، وعندنا هون التفاصيل المحطوطة بالخدمات اللي بيقدموا لك اياها. فينا نعمل تراي، فينا نعمل باي. طبعا نحن هلا حنشتغل على نسخة الفري، حنجي على داونلود، حنعمل داونلود. طبعا هون بدنا نعمل ريجستريشن. ليه؟ لانه بده يوصلنا اكتيفيشن كود. هيدا الاكتيفيشن كود بده يكون على هيدا الشكل. انا اوريدي عامل طبعا داونلود وعامل اكتيفيشن، بيوصل الاكتيفيشن بهيدا الشكل على الايميل، على بزنس ايميل. طبعا البزنس ايميل فيك بك بشكل بسيط تفوت على اي temporary ايميل. يعني فينا نحط temp ايميلز مثلا، ونفوت على هذا الموقع tempemail.org، منطلع ايميل. هذا الايميل بيقرا معنا هون كبزنس ايميل، بنحط هذا الايميل وبيوصل لعنا. اوكي، ننسخ هيدا الايميل. طبعا هيدا الانبوكس تبع هيدا الايميل، طالما فاتحين هيدا الصفحه بنحط هون البزنس ايميل، بتحط الاسم اللي بدك اياه، وبنعمل جيت ستارت، بيوصل لعنا الكود. وبنعمل خليني اشتغل معكم على واحد نسميه مثلا هون تيست، واللاست نيم تيستر مثلا. اوكي، حنعمل get start. اوكي، بيوصل عنا هون الكود. اوكي، وصل. اوكي، هيدا هو الكود. منروح منكفي على الداونلود، نعمل داونلود. طبعا انا عامل داونلود، تنزل عنا الباكج على بهيدا الشكل. اوكي، انا حاططها بداونلودز، هيدي هي نيسوس. اوكي، قبل ما نفوت، لانه ما ننقي النسخه الخاصه فينا، فالنسخه الخاصه فينا بننقيها. سوري، هنرجع لهون. اوكي، بس نعمل داونلود، حنعمل داونلود. خليني نكفي معكم. اوكي، داونلود، حتفتح معنا هيدي الصفحه. مننزل مننقي النسخة الخاصة فينا، يعني نحنا فينا ننزل على الويندوز، ويندوز سيرفر، فينا ننزل على لينكس. اوكي، نحنا النسخة الخاصة فينا هي نسخة ديبيان اللي هي موجودة هون. اوكي، فعندنا هون ديبيان 9.10 كالا لينكس 2017-19-20، وطبعا كمان شغالة على نسخة 2022. اوكي، نعمل لها داونلود. بتنزل عنا انا اوريدي عامل لها داونلود.
اوكي ما حاعمل لها داونلود لانه اوريدي موجوده عنا. بالنسبه للانستوليشن بس نفك الضغط عنا حيطلب معنا بمحل. اوكي كيف بنفك الضغط عنا؟ نجي محل ما او نعمل انستوليشن للباكج، بنروح محل ما عملنا داونلود. اوكي فرضنا نزلت معنا هون بالداونلودز. اوكي بنفتح هون تيرمينال. اوكي خلينا نشتغل كسوبر يوزرز. اوكي طيب نستخدم كوماند دي باكج. اوكي داش اي ومنحط التوزيع الموجود عندنا. خلينا ننسخ نسخ اسهل. عملنا الاس. اوكي هيدي هي النيسوس. اوكي فلكي نرجع نكتب دي باكج دي باكج ومنحط داش اي ومنحط ومننسخ النيسوس موجودة هون. اوكي ومنفك الضغط عنا. اوكي انا اوريدي عاملها وجاهزه اني استخدمها بكل بساطه. بس نفك الضغط عنا بنيجي لحتى نشغل هيدي السيرفس. كيف تشتغل معنا هيدي السيرفس؟ سيرفس مثل الاباتشي سيرفس. لحتى شغل النيسوس قلنا بده يشتغل على اللوكال اللوكال اي بي تبعنا. اللوكال اي بي تبعنا نحط اي اف كونفج. اوكي اللي هو 192.168.1.107. اوكي 107 طيب هيدا اللوكال اي بي تبعنا. لنشغلها قلنا بنشغلها لهيدي السيرفيس. بنحط عندنا سيستم سي تي ال او سيستم كنترول وبنحط ستارت. كيف نفتح اوبن فاز؟ نفس الشيء كلهم هودي خدمات او سيرفيسز. بنحط ستارت وبنحط عندنا نيسوس دي دوت سيرفيس. اوكي هيك اشتغلت اذا بدنا نتاكد انها شغاله. وطبعا اذا ما نوقفها بنحط ستوب. بنحط ستاتس سوري او ستاتس. اوكي مثل ما شايفين الحالي هي رانينج شغال. تمام طيب لحتى قلنا لحتى نفتح النيسوس هو خلصنا منه من هون. طبعا اول ما نفتح هو حيطلب مننا هيدا الكود او اللي وصلنا الكود اللي قلت لكم عنه بيوصل على الايميل. اوكي نسخوه وحطوه بمحل على طول لانه راح تستخدمه مره واحده بس بحال رجع طلب منك بكون موجود. اوكي طيب حنفوت لكين على اللوكال اي بي تبعنا. بس قبل ما نحط اللوكال اي بي تبعنا ما نحط اتش تي تي بي اس لانه هو هيدا سكيورد. صح انه بيعطينا هلا اليرت بس هو عم يشتغل على الاتش تي بي اس بروتوكول. فحنحط 192.168.1.107 قلنا اي ثينك 107 عندي مشكله بننسى دغري كونفج. اوكي 107 مظبوط وبنحط البورت الخاص بانك تشتغل على النيسوس هو 8834. اوكي نعمل انتر. تمام هلا هون بيطلب مننا يوزر نيم وباسورد. انا اوريدي عندي يوزر نيم وباسورد. اول مره حتفتح هيدي الصفحه حيطلب منك تدخل الاكتيفيشن كود. بتدخل الاكتيفيشن كود وبتعمل يوزر نيم وباسورد. انا اوريدي عندي يوزر نيم وباسورد. حنحط بروجرا جيمر والباسورد تبعيتي. اوكي نعمل ساين ان. حنعمل سيف. اوكي تمام بهذا الشكل. هلا قبل ما تفتح انت عندك هيدي الصفحه اول مره حيعمل داونلودينج لبلاجينز وهيك قصص. بياخذوا وقت شوية وقت حسب سرعة الانترنت اللي موجودة عندك. اوكي بهذا الشكل بكون النسس صار جاهز. فتحناه بالاكاونت تبعنا اللي مثل ما شايف اللي هو النسس اسينشلز. طيب لنحكي شوي بس عن الواجهة الموجودة عندنا هون. حنروح عندنا هلا اول مره بتفتحه حيجي عندك مثل الويلكم سكرين. اذا بدك تحط فيه بقلبه دغري تحط الهوستس او الاي بيات اللي بدك تشتغل عليهم.
فيك تعملها كنسل وترجع نفوت عليها وحده وحده. في عنا هون هيدي الصفحه، هيدا الليفت كورنر، فينا نسكره ونفتحه، فينا هون نشوف الماي سكانز اللي مسيف تراشز السكانز اللي عملنا لها ديليت، في عنا هون البوليسيز الشروط والبلجنز. طيب في عنا هون السيتنجز، نروح على السيتنجز. اذا رحنا هون معلومات عامه عن النسخه اللي منزلينها، فينا طبعا نعمل لها ابجريد تو نيسس بروفيشنال نشتريها، هيدا الاكتيفيشن كود اللي وصلنا على الايميل موجود عندنا هون، على اي فيرجن لينكس عم نشتغل. وهون اللايسنس هوستس، ان نحن عندنا 16 مثل ما قلنا، بعد ولا مره عامل ولا سكان، حخلي سكانز نعملهم سوا مع بعض. اوكي في عندنا هون السوفت وير ابديت، فينا نخلي ابديت اول كومبوننتس او ابديت بلجنز وديسيبل، طبعا اكيد نحن خليه على طول يعمل ابديت لحتى ما يعطينا بالمستقبل نتائج فولس بوزيتيف او فولس نيجاتيف. اوكي هيدي الباسورد اللي حطيناها، فينا نغيرها وقت اللي بدنا. اوكي اذا بنروح على الادفانس، عندنا هون الخيارات اللي ممكن تغيرها. مثلا في عندك الاي بي اي ممكن تعملها ديسيبل انيبل، في عندنا في عندنا مثلا البورتس بي سكانينج. اوكي اذا بنروح على سكانينج، في عندنا مثلا البورتس اللي بيشتغل عليهم اللي هي هون بورت رينج، مثلا فينا نغير نحط بورت رينج معين، هو باي ديفولت بده ياخذ كل البورتات، فينا نحط مثل ما بنعمل بالان ماب مثلا رينج معين من البورتات يشتغل عليه هون. ريفرس دي ان اس لوك ابس فينا نحطها يس yes مثلا، فينا نغيرها. في عنا شو في عنا كمان، في عنا الروز. اوكي بالمبدأ هيدي الكونفيجريشنز الموجودة هي محطوطة بشكل انه الايديال، يعني مش ضروري نغير فيها. بس مثلا هون في عنا ريبورت لماكس بورتس ماكسيموم بورتس ان سكان ريبورت مثلا 1024، فينا نزيد العدد. اوكي لوجين مثلا هون في عنا باللوجين، اللوجينج عنا النيسس سكانر لوج لوكيشن وين بيسيف لنا النتيجة اللي طلعت معنا، هيدي قلنا مشان الريبورت. هلا بس نفوت بالبارت 2 اللي هو السكانينج، حنحكي عنه بشكل مفصل. نيسس دامب فايل لوكيشن وين بيحط الدامب فايلز كمان، المسار تبعهم، هو امور كلها خاصه بالكونفيجريشن او الاعدادات اذا صح التعبير يعني. اوكي هون عندنا القصص اللي خاصه بالتي سي بي بروتوكول، يعني مثلا عندنا الماكسيموم تي سي بي سيشنز. شوف في عنا بعد plugins time out. اوكي ما في داعي هون نلعب بشيء او نغير بشيء. security هذا شيء خاص كمان، والmiscellaneous. اوكي كمان هون ما في داعي اصلا نغير شيء هون ابدا. اوكي password management. اوكي ما في داعي. اوكي سكانر هيلث بنحكي عنه شوي هون. بالنسبه للسكان عم بيقول لي هون في عندي 2 اليرت، قال لي انه مينيمم سي بي يو ريكويرمنتس نوت ميت. هات لنشوف. عم بيقول لي يور سيستم داز نوت ميت ذا مينيمم ريكومندد نمبر اوف كورز، نمبر اوف ريكومندد از 4، يور سيستم هاز 2. هودي وين هودي؟ لانه انا عاطي الكالي لينكس قديش عاطي. اذا بنروح على السيتنج بنروح على السيستم بالبروسيسور عاطي 1 سي بي يو. اوكي لازم زيد السي بي يو يوزج، هو قديش عم بيقول لي 4 كور بده في يزيدها هيك لحتى يكون عندي ما يصير في عندي اوفرلود او يحمى، لانه انا بس اعطيها 1 سي بي يو هون بعطيها قد ما بدي بزيد بخلي الشغل يكون اريح. مشان هيك حخلي بارت 2 لما بكون عدلت على الكونفيجريشن المناسبه. عم بيقول لي مينيمم ميموري ريكويرمنتس نوت ميت، الميموري الرامات انا قديش اعطي. يور سيستم داز نوت ميت ذا مينيمم اماونت ريكومندد 4، يور سيستم از 1 جيجا بايت رام. فرجينا الكالي نحن قديش عاطينه كمان هون.
إذا بنروح على الكالي بنروح على الرام يوزج بيز ميموري أنا عطيه 2 فينا نكبر بعد قد ما منا لحتى يريح طبعا، لأنه ليش هو قال لي 1؟ لأنه اعتبر أنه إذا هو بده ياخذ لإله 1 جيجا رام ويعطي ويعطي الكالي الباقي، أوكي؟ فحنزيدهم طبعا مشان يشتغل النيسوس بشكل اريح. سيستم ميموري عندنا هون، الديسك سبيس عندنا هون، هود التوبولوجي جرافس بيعطينا اياه هون، هو بالنسبه للالرتس. اوكي هون موجودين هون، اوكي نوتيفيكيشن هون بيبينوا معنا بس نعمل سكانينج. بالنسبه هون الاكونت ماي اكونت ساين اوت هون نوتيفيكيشن. اوكي لك بهذا الشكل بنكون باول بارت، حكينا عن الانستليشن للنيسوس وحكينا عنه بشكل عام وحكينا على الصفحه او الواجهه تبعيته. طبعا هون بنعمل نيو سكان، هلا بنحكي عنهم هو تفاصيل سكانز والديسكفري وانواع الفولنربيليتيز. تول كتير مهمه، برنامج كتير مهم بيسهل كتير الشغل خاصه على البنتسترز. وفينا نعمل فولدر ونحط سكانز اللي منا اياهم بحسب اسماء الشركات اذا كنا عم نشتغل كبنتسترز وعنا تعامل مع كذا شركه او مع كذا سيرفر ومع كذا نتورك كذا شبكه. نلتقى بالفيديو الثاني اللي هو خاص بالبارت 2 تبع السكاننج واستخدام النيسوس.